السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل تقييمات الوزارة الأسبوعية الأسبوع السابع لغة إنجليزية للصف الرابع الابتدائي. هنحل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي. Let's get started. هنبدأ بالأداءات الصفية. Choose a correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Grow oranges and lemons. مين اللي بيزرع برتقال وليمون؟ Engineer مهندس، دكتور طبيب، teachers مدرسين، farmers الفلاحين. طبعا الفلاحين او المزارعين هم اللي بيزرعوا البرتقال والليمون، يبقى نقول farmers. The grows above the soil، اللي بينمو فوق التربة، طبعا دوت اللي هو النبت او الفسيلة اللي هي shoot. road جزر، بلكوني بلكونة، farmer فلاح. The seed and it starts to grow roots under the soil. عايزين نقول البذرة بتنبت وبتبدأ الجذور في النمو تحت الأرض. طب تنبت يعني germinates. Special خاص، wither يعني طقس، papyrus يعني ورق البردي. Ancient Egyptian، المصري القديم، used استخدم البابايرس ورق البردي to make عشان يعمل بيه ايه؟ يعمل بيه paper ورق. Oven form read يعني البوص وفريج تلاجة. Papyrus is a very plant. عايزين نقول نبات البردي دوت يعني نبات مميز جدا، يبقى is a very special plant. Special مميز أو خاص. Form مزرعة، paper ورق، وشوز حذاء. My grandparents أجدادي، my grandparents used استخدموا to water the seeds. استخدموا إيه عشان يروا البذور؟ استخدموا مياه الأمطار اللي هي rain water. heavy ثقيل، between بين اتنين، وديزي ظهرة الأقحوان. farmers الفلاحين work in the A habitat، الفلاحين بيعملوا في البيئة الإيه؟ البيئة الزراعية اللي هي agriculture. desert صحراء، lakes بحيرات، rivers أنهار، لا بيعملوا في البيئة الزراعية. the roots الجذور grow the soil، الجذور بتنمو إيه؟ تحت الطمي أو التربة. الجذور بتنمو تحت التربة وتحت يعني under. above the فوق، next to big war، we between بين اتنين. we need to grow a new plant، احنا محتاجين ايه عشان نزرع نبات جديد؟ محتاجين بذور، وبذور يعني seeds. box كتب، fruits فاكهة، vegetables خضروات. plants النباتات، that live in the A، النباتات اللي بتعيش في الـ A habitat في البيئة الـ A، don't need a lot of water، مش بيحتاجوا مية كتير. طبعا اللي مش محتاج مية كتير دي نباتات بتعيش في البيئة الصحراوية، the desert habitat، البيئة الصحراوية. لكن هنا agriculture اللي هي زراعية، lakes بحيرات، river نهر. بعد كده عندنا الواجب الأسبوعي. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I the plants every day and they grow flowers. يعني أنا بعمل إيه في النباتات كل يوم؟ وبتنمو منها زهور. طب أنا بروي النباتات كل يوم، ويروي يعني water. كلمة water أو water ممكن تيجي بمعنى ماء، وممكن تيجي فعل بمعنى يروي، فهنا بمعنى يروي أو يسقي يعني. بس النباتات كل يوم فبتنمو منها زهور flowers. The plant النبات has green، النبات فيه ايه اخضر؟ الروتس الجذور، السايل التربة، الليفز اوراق الشجر، ولا السيدز البذور اللي بيبقى لونه اخضر في البلانت اللي هو الليفز اوراق الايه النبات او اوراق الشجر. We a seed and it grows، احنا بنزرع بذرة والبذرة بتنمو. طيب نزرع هنا يعني we plant. come يأتي، take يأخذ، become يصبح. The roots الجذور grow under the ايه؟ البذور بتنمو تحت ايه؟ تحت التربة أو الطمي اللي هي السايل. بلكوني بلكونة، بيت سرير، وهاوس منزل. Our plants نباتاتنا are growing، النباتات بتاعتنا يعني بيثمر منها أو بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها توميتو وطماطم. بلكوني بلكونة، سايل تربة، وهاوس منزل. بعد كده السؤال نمبر 6، the sunflower زهرة عباد الشمس dies بتموت and drops its، وبتسقط ايه؟ بتسقط البذور بتاعتها، وبذور يعني seeds. roots جذور، green اخضر، farmers فلاحين. plants النباتات near rivers بالقرب من الانهار and lakes والبحيرات need a lot of، محتاجة ايه؟ النباتات اللي جنب الانهار والبحيرات بتبقى محتاجة مية كتير، a lot of water. habitat بيئة، shoots يعني فسيلات أو نباتات صغيرة، وleaves أوراق شجر.
فسائل بقى اسمها فسائل. هي نبتة او فصيلة جمعها في ايه؟ فسائل. طيب camels الجمال are good animals، الجمال دي حيوانات جيدة فرز ايه يعني جيدة او مفيدة في ايه؟ مفيدة في الصحراء. يبقى camels are good animals for the deserts، مفيدة للصحاري. rivers انهار، lakes بحيرات، seas بحار. grow food for us to eat، مين اللي بيزرعولنا الطعام عشان ناكله؟ طبعا الايه؟ المزارعين او الفلاحين اللي هما farmers. engineer مهندس، teachers مدرسين، doctors اطباء. are the colorful flowers، هي الزهور الملونة. ايه هنا الزهور الملونة؟ roses الورود، هي الزهور الملونة. reeds يعني بوص او قصب. crops يعني محاصيل، وland ارض. لا احنا عايزين نقول roses يعني ورود، الورود هي زهور ملونة. بعد كده عندنا التقييم الاسبوعي. model A نموذج الاول، هنكمل الجمل باستخدام affair for water ماء او يروي، feet يعني اقدام، desert صحراء، و air هواء. camels الجمال are beautiful، الجمال جميلة. strong animals حيوانات جميلة وقوية. they help us بتساعدنا to carry things في حمل الاشياء and people والناس to cross the ايه العبور عشان نعبر ايه؟ نعبر الديزرت الصحراء. طيب we use their بنستخدم ايه to make clothes، بنستخدم ايه عندهم عشان نعمل بيه ملابس؟ بنستخدم الفرو بتاعهم، بتاع الفرو بتاع الجمال. يبقى we use their fur عشان نصنع منه ملابس. camels الجمال have large flat feet، الجمال ليها اقدام كبيره ومسطحه flat feet. So لذلك they can walk ممكن يمشوا on the sand على الرمل. they can live without for a long time ممكن يعيشوا بدون ايه لمده طويله؟ بدون water بدون مياه. طبعا لما بيجي لنا سؤال ال complete the following sentences اكمل الجمل التاليه، احنا لازم نقرا الفقره الاول قبل ما نحط اي كلمه عشان نحط كل كلمه في مكانها الصحيح. فنقرا الكلمات كويس والفقره كويس وبعد كده نبدا نحل. بعد كده عندنا تقييم الاسبوعي موديل بي النموذج الثاني، هنكمل الفقره باستخدام agricultural يعني زراعي، rivers انهار، water مياه، food طعام، وديزرت صحراء. plants النباتات can live in many habitats، النباتات بتستطيع ان تعيش في بيئات كثيره. some plants بعض النباتات don't need a lot of water مش بتحتاج ميه كتير. so they live in the عشان كده هما بيعيشوا في الهابيتات في البيئه الايه؟ الديزرت هابيتات في البيئه الصحراويه. we can also يمكننا ايضا find ان احنا نجد plants نباتات near بالقرب من and lakes بالقرب من الانهار والبحيرات. انهار يعني rivers. these plants النباتات ديت need a lot of اللي هي بتعيش جنب الانهار والبحيرات بتحتاج الكثير من ايه؟ a lot of water الكثير من المياه. there are plants يوجد نباتات in the habitat where farmers work، يوجد نباتات فين؟ في البيئة الايه؟ حيث يعمل الفلاحين في البيئة الزراعية في ال agricultural habitat. في البيئة الزراعية. آخر حاجة معانا النهاردة التقييم الأسبوعي موديل 3 النموذج الثالث، هنكمل الفقرة برضو باستخدام بيبر ورق، ورم دافئ، ريفر نهر، فيموس مشهور، وساندلز ساندل. بابايروس ورق البردي أو نبات البردي was a very special plant، نبات البردي نبات مميز جدا in ancient Egypt في مصر القديمة. It is because ancient Egyptians used papyrus to make كذا. طب عايزين نقول هو مشهور عشان قدماء المصريين استخدموا نبات البردي لصنع الورق، يبقى هنقول it is famous انه مشهور because بسبب ان المصريين القدماء used papyrus استخدموا ورق البردي to make paper لصنع الورق او لعمل الورق. they also made كمان صنعوا منه ايه؟ and baskets كمان صنعوا منه صنادل وسلال. طيب يبقى they also made هنقول هنا طبعا دول مع بعضهم واحد تمام؟ يبقى هنكتبها هنا او هنا عادي، يبقى نقول هنا sandals ماشي؟ هما صنعوا كمان صنادل وسلال from papyrus من نبات البردي. papyrus needs a lot of water طبعا نبات البردي بيحتاج ميه كتير and a weather وطقس ايه؟ وطقس دافئ. طبعا دي النقط دي مع دي ماشي؟
يبقى warm weather محتاج نبات البردي طقس دافي وميه كتير to grow quickly لكي ينمو بسرعة. خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.